أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم قول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهل هذا من الأدب مع الله عز وجل؟ هذا لا أعرفه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المأثور الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، لأن الله لا يقدر إلا ما فيه خير. الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة وفائدة، حتى ولو كان مما يكرهه الناس ففيه حكمة عظيمة وفيه فائدة، فهو بالنسبة إلى الله خير كله. أما بالنسبة إلى الناس فقد يكون فيه كراهة لهم، لكن عاقبته إلى خير. فمثلا الحدود والقصاص، الحدود قطع اليد، هذه لا شك أنها مكروهة للناس لأنها تؤلمهم، ولكن عاقبتها حميدة. الله قدرها رحمة بالأمة وشرعها رحمة بالأمة لأجل أن يعملوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويستفيد بالأمن، والضرر الذي يحصل فيها جزئي، ولما المصلحة فهي عامة، مصلحتها أعظم من الضرر الذي يحصل فيها، فهي خير. الله لا يشرع شيئا إلا وفيه خير، ولو كان مكروها لبعض الناس أو مؤلما لبعض الناس لكن فيه خير. الله يحمد على كل حال، يحمد على كل شيء مما قضى وقدر سبحانه وتعالى.